Alan أبلز أبر سكند مولر هلين فيه كل دي علامات جديدة لأن أي إنفلامس في الأوز الجهاز في ألم ألم ليه؟ لأن دي ماشية محوطة الجدام مش سايبة لها مكان يحصل فيها تمدد لو حصل لها فيها إنفلاميشن وأنس حصل إنفلاميشن تبقى مكبوسة تبقى بين بين فاهمين بين ولا زين العشر دقايق معلش بس انا مش ضامن ان الايام الاسقاطي ليه بقى؟ لان الايام القادمه ممكن يشيلوا المحاضرات الايام فيبقى احنا نشيل شويه يجيلهم كده سامسونج وكاتات مين يجي ما يلاقوش يعمل ايه المحاضرات هو فيرال انفكشن الفيرال انفكشن ده ذير از نو تريتمنت وبتعملي بقى ايه هوب فورميشن عليه تديني انرجيزيك عشان تقلل الالم انتي بايوتيك تنزل الحراره لغايه ما الفيروس ياخد دور ايه من الناس دي الانفلونزا اتمنى انك تقعدي تعتصي تقعدي تعتصي كام يوم 3 4 ايام ومناخير سيئة وعينيك مش عارف ايه وبتاخد مش عارف دواء وبتاخد كل لغايه ما الفيروس بيمشي في الداخل هو ده اكتر معنى الباكسيتون ده ميوكس ممبرين اهو وادي الباكسيتون المفصل الاهالي وادي المسيتر المفصل الاهالي ده منظر ايه كده فالباروتيت باك هتيجي ماشي عند السيتر المفصل وتيجي عامله على الباكسيتون المفصل عند بيس الباكسيتون المفصل وتيجي ماشيه شويه تحت الميوكس ممبرين اوف ذا ديستريبيوت ماوث اند ذن ات اوبنز انتو ذا ديستريبيوت ماوث اوف ذا ابر سيتر المفصل الضغط هاي المسيتر هاي بتفتح تمشي على المسيتر مقطع المنظر ده مقطع ده دي المسيتر هاي فبتفتح تمشي على المسيتر مقطع هتلاقي قدامها هنا البقسم دي البقسمين صفاري كده ايه دي البقسمين فبعد ما تعدي المسيتر عند الاثنين بودر والمسيتر هتلاقي البقسمين تيجي عامله بيرسنج للبقسمين والمقطع تاخد البقسمين والمقطع بس تدخل الباكسيتور المفصل مش داخله في الماوس على طول لا تيجي ماشيه شويه تحت الميوكس ممبرين
قبل ما تفتح في البيستيرموز ذا ماوس اوبوزيت لازم تقولي اوبوزيت، لازم تقولي الابر. لو ما قلتش الابر هتنقص الابر سكند، لو ما قلتش السكند هتنقص مولر، لو ما قلتش المولر هتنقص توث، لو ما قلتش توث هتنقص، ولو كتبتهم هتنقص هتنقص. لازم اه اوبز الابر سكند من الابر مولر توث. طب ما انا كان قصدي سكند، ماليش دعوه يعني في لور مولر توث وفي ثلاثه مولر توث، ابر مولر ابر فيرست وابر سكند وابر، انا مش عارف يعني واحد لازم اوبز الحرب. انتوا فاهمين دي ازاي؟ ايوه فاهمين. فاهمين دي ازاي اصلا؟ لا 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 بس ما تعمل ديسنج باكسيتور ما تدخلش على ايه على الماوس كاب على طول، لا تيجي ماشيه شويه تحت الميوكس ممبرين بتاع الماوس وبعدين تيجي فاتح في الابر سكند، ففي حته بتمشي تحت الميوكس ممبرين فبتعمل فالف لايك ميكانيزم. فالف لايك ميكانيزم ليه؟ لان لا فتحه في البق مش معمول، مش معمول وانا بنفخ مثلا. الدكتور ده غلبنا في حاجه، يلا خليه يخلص الغرف 60 دقيقة وعمال ايه هذا عرفنا مش معقول انا بنفخ كده هو الهواء يدخل من الضغط ينفخ البارود الجلاني، فعشان كده لازم يكون في حاجه تقفل البارود الضغط لما انفخ بقه ولما اكل. وانا تنام واحد واحد نام وفاتح بقه ممكن كلب يدخل جوه البارود الضغط، طب ايه يعني؟ طب فلازم يبقى في ميكانيزم عشان يقفل الضغط ده. فلما بنفخ بقي السباكسيتور بتكونتراكت فتيجي قافله بتاعته، فمفيش هواء يجي داخل والا هذا هواء يجي ينفخ لي البارود، كل ما انفخ الاقي البارود الجلان في نفسي. فده ده لايك ميكانيزم ولا انتوا فاهمين؟ لكن ايه؟ البارود الضغط ده هي اخر حاجه. معلش يعني الموضوع قد كان البارود الضغط كان بيتل اللي كان بيرول، عشان كده لازم اعرف السيلف اناتومي بتاعها. السيلف اناتومي بتاعها هو الميدل ثير اوف ا لاين بتوين ذا تريجر اوف ذا اير اند ذا انجل اوف ذا ماوث. اخد خط ما بين التريجر اوف ذا اير والانجل اوف ذا ماوث، ذا ميدل ثير will represent the cells anatomy of the prostate tract. ودي لازم اعرفها عشان الناس اللي بيفتحوا في الفيس عشان يعملوا عمليات لازم يعرف مكانها عشان ما يطلعهاش. لازم اعرف cells anatomy بتاعها من الكتاب ما بين the trigger of the ear and the angle of the mandible. الاقي من الكتاب ده اللي بين cells anatomy تحت الزيجوماتيك ارش. هي بلو زيجوماتيك، الزيجوماتيك ارش بيبقى فوقيها. عارفين الزيجوماتيك ارش؟ ايوه. ده اهو. خلفي اهو وجنبي زيجوماتيك ارش، جه تحت الزيجوماتيك ارش. في ميدل سيت ما بين الفيجاس اوف الانجل، الفيجاس اوف ذا اير اند ذا ميدل سيت ذا ميدل تيم. اند ذا اند مين؟ اند ذا ايه؟